السلام عليكم ورحمة الله، جينا وياكم حلقة جديدة خاصة بالسوفت وير. طبعا حلقة من أيام الزمن الجميل، هاي الأجهزة بصراحة استلذ بها لأن يعني ترجعنا مجموعة من السنين خلت. عندنا جهاز نوكيا M596 العفو، اللي هو نوكيا N8، تمام، مقفول مقفول برمز حمايه سكيورتي كود، تمام. طبعا هذا الجهاز ما له طريقه، حسب علمي اذا ما خانتني الذاكره، ما له طريقه تخطي قفل الحمايه دون فقدان البيانات، لان نظامه قديم، يعني ما اعرف سايبان هيج اسم. المهم يعني فراح نتعلم اليوم شلون نفتحه رمز الحماية بس بالفورمات الكامل، طبعا بتنزيل سوفت وير. نفتح واجهة البي بي 5، أنا حضرت فلاشة، تمام، هاي الفلاشة مجموعة ملفات بيها هواي، تمام. لحظة نوصل الدنجل، انتظر تفتح واجهة الدنجل. راين تشيك ايرور، ما اعرف وين المشكلة. دنجل هذا يفتح، انتظر، تمام، هذا الدنجل فتح. نختار فلاش، ومننا نختار N596، ننزل، نكون متأكدين من التعاريف طبعا. 596، هاي 596، تمام. نضيف ملفات الفلاشة، هذا الملف الأول، وهذا الثاني، الثالث، والرابع، والأخير، تمام. منا ضروري تنتبه على هاي الخطوة، إذا أعطيتها مانوال، يعني اختيار الفلاشة مانوال، هو راح يختارها، لكن شنو الاختيار؟ هنا فول فلاش وسيف فلاش وباقي التفاصيل، احنا ما يهمنا هاي الفول فلاش حتى نقدر نمسح الرمز القديم، تمام؟ هاي الباك اب ما نريدها، تمام. نضغط على هاي اللي هي شنهي اللي هي باك اب، تمام. نضغط على الديد بوت او الديد مود، يقول بوت فيل مرة ثالثة، والثالثة ان شاء الله ثابتة. بدت عملية التفليش مثل ما نشوف. نضغط على زر الكاميرا اللي يصير بالجهة اليمنى بالأسفل، ونوصل الكيبل. هاي نشوف ايرزنج، معناها مسح الفلاشة القديمة وكتابة ملف جديد او فلاشة جديدة، وهاي رايتنج او رايت. نشوف هي اجهزة بصراحة انقرضت، لكن حتى نترك بصمة او شيء يذكر انه احنا فلشنا الجهاز. بنشوف انه الجهاز تم تفليشه، ريد انفو، هذا ان نوكيا 8 0، سوفت وير وباقي التفاصيل، وهاي ريد انفو دان. ده يقول حاليا افتر فلاش اوبريشن دان، هاي راح نفصل الجهاز. تم تفليش الجهاز نوكيا بنجاح. تسمعوني إن شاء الله تعالى بمقطع فيديو جديد. مع السلامة.